بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني في هذا الدين العظيم ثوابت، هذه الثوابت إذا عرفها المؤمن وتمسك بها عاش حياة أخرى، حياة ملؤها التوكل، ملؤها الثقة بالله عز وجل، ملؤها الرضا، ملؤها الحكمة. يعني مثلاً الإنسان بالحكمة يستطيع أن يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة يجعل العدو صديقاً، من دون حكمة يجعل الصديق عدواً. بالحكمة يتدبر أمره بدخل محدود، ومن دون حكمة يفرط بالمال الكثير. الحقيقة أنا لا أجد عطاءً للمؤمن يفوق أن يؤتى الحكمة، والحكمة لا تؤخذ. ما قال ومن يأخذ الحكمة، قال ومن يؤتى الحكمة، هي مكافأة من الله. فأنت بالحكمة تسعد بزوجتك، بالحكمة تربي أولادك، بالحكمة تحسن إنفاق مالك، بالحكمة تجعل العدو صديقاً، بالحكمة تتدبر أمرك. أكاد أقول إن الحكمة أكبر عطاء على الإطلاق، والقرآن هو الدليل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. لذلك هذه الحكمة تحجب عن غير المؤمن، لا بد من أن يرتكب غير المؤمن حماقة ولو كان ذكياً، والتاريخ أمامكم. يعني كثير في أزمات طاحنة كان ممكن ألا تكون لو كان أصحابها حكماء. فأنت إذا كنت مع الله كان الله معك، إذا كنت مع الله كنت حكيماً. هذه الحكمة أكبر عطاء إلهي. أيها الإخوة الكرام، في عنا ثوابت في الإسلام دقيقة جداً. من هذه الثوابت أن الله بيده كل شيء. يعني علاقتك مع جهة واحدة، بينما ضعيف الإيمان، يعني حينما قال النبي الكريم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. قال تعالى: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سيدنا علي يقول: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تكره على عدل وأن تحب على جور. يعني واحد نصحك بأدب كرهته، كيف تجرأ وانتقدك؟ كرهت على عدل، نصيحة لمصلحتك، وأن تحب على جور، لك قريب قوي غني، فكل أخطاءه تتعامى عنه، نوع من الشرك. فيا أيها الإخوة، التوحيد هو الدين. فلذلك المؤمن حينما يتمسك بالثوابت، بالثوابت الأمر كله بيد الله، الثوابت التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، الثوابت إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذه الآيات الثابتة
هذه الآيات التي من الثوابت هي هذه تسعد الإنسان. لذلك الإنسان إذا أراد حياة مطمئنة وفق منهج الله فهذا بيده، والإنسان يشقى بيده. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني كأنه الحياة الدنيا والحياة الآخرة تتكاملان، فإذا اكتفى الإنسان بالدنيا ولم يدخل الآخرة في حساباته في عنده قلق عام، قلق كبير. لذلك المؤمنون حينما يصطلحون مع الله لهم نهاية طيبة. إن أعرف شخص يعني توفي ليلة القدر وهو يقرأ القرآن، كان محسن، له أعمال طيبة كثيرة. فالإنسان إذا أمضى حياته في طاعة الله كأن الله تكفل له كل الخير. لذلك ورد استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الخيرات. فأحد هذه الثوابت أن الأمر بيد الله. لو أن الأمر كما نتوهم بيد أشخاص في عندنا مشكلة كبيرة. هذا هو الشرك. دخلت مرة إلى مسجد من أكبر المساجد في بلاد الشام، لوحة صدق يعني حجمها غير معقول، فيها آية قرآنية: يد الله فوق أيديهم. بماذا تشعر؟ يد الله فوق أيديهم، يعني الأمر بيد الله عز وجل، والله عادل ورحيم وحكيم وقوي. لذلك من أدعية النبي الكريم: لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. يعني هذا الفعل فعله، وهذا القدر قدره، وهذا التصرف تصرفه. فأنت إذا عرفت الله خضعت له. لذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. أخواننا الكرام، أحياناً هناك سلبيات في الحياة المؤمن يتعامل معها بروح علمية. هو يعلم أنه ما من شيء وقع إلا أراده الله، وفي حوار مع نفسه: يا رب، هذا الذي أصابني لا بد من حكمة، ما هي الحكمة؟ قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إليها. والحقيقة لما بتحاور نفسك قبل أن تنام أو بعد الاستيقاظ في شأن ما يجري معك وتهتدي إلى الحكمة، يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هي مقولة ثابتة. هنا توقف، هذا الشيء الذي آلمني، لو أن أولكم عبادي وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله. لكن القسم الأخير: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام دقيق، ومن وجد غير ذلك. أيها الإخوة، حينما تتعامل مع الله على أنه الفاعل الفعال لما يريد، على أنه الرحمن الرحيم، على أنه ذو العرش العظيم، هذه الأدعية التي تدعو بها ربك هذه تعطيك طمأنينة، تعطيك أمن، والإنسان بحاجة إلى الأمن. من هنا كان المؤمن من أسعد الناس، لا لأنه غني. يعني أنا مرة واحد يعني هيك بجلسة فيها شيء 40-50 شخص قال لي: بتقول المؤمن سعيد؟ والله مو سعيد، هو طبعاً بعيد عن الدين، أراد أن يعني يلغي ما قلته قبل قليل. قال لي: يعني إذا في موجة غلاء هذا الإنسان المؤمن يصيبه الغلاء، إذا في حر شديد يصيبه الحر الشديد. فأنا قلت له: لو أنه إنسان فقير جداً عنده أولاد كثر، دخله محدود، ودخله لا يكفي أيام من الشهر، له عم يملك 500 مليون وما عنده أولاد، توفي بحادث،
ماذا حصل؟ 500 مليون آلت إليه. هالإنسان الفقير المعذب اللي عنده أولاد كثر وله عم بيملك 500 مليون وتوفي هذا العم بحادث، فهذا المال انتقل إليه، لكن ما بيقدر يتسلم هذا المال قبل سنة. في إجراءات، في براءات ذمة، في قضايا معقدة بالقوانين. لماذا هو في هذه السنة أسعد إنسان؟ ما اشترى قطعة، ما أكل لقمة زائدة. هذا موعود بالمبلغ الضخم. اسمع الآية: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني ما الذي يمتص في حياة المؤمن متاعبه؟ وعد الله له. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. يعني أنت حينما تنقل اهتمامك إلى الدار الآخرة سلمت وسعدت. الآثار أخواننا الكرام، الآثار الإيمانية كبيرة جداً، بل الفرق بين المؤمن الصادق وبين إنسان شارد فرق كبير جداً، فرق بالطبيعة لا بالدرجة. كيف؟ في ذهب 24 عيار، في ذهب 21، في ذهب 18، في ذهب 11، بس في ذهب وفي نحاس. الفرق بين الذهب والنحاس مو فرق بالدرجة، فرق بالطبيعة. النحاس أصفر، بس النحاس لا قيمة له أمام الذهب. فالمؤمن يعني ميزاته توحيده، استقامته، إيمانه بالآخرة، الرحمة بقلبه، هذا المؤمن يتمتع بخصائص يتميز بها عن غيره. الآخر هذه الخصائص لا يتمتع بها، في عنده قلق، في عنده خوف، في عنده حقد، أيام ينسحق، أيام يدمر، هذا كله بسبب البعد عن الله عز وجل. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني الإنسان ماذا يبحث؟ بصراحة الإنسان له عقل يدرك، وقلب يحب، جسم يتحرك. هذا العقل عقل يدرك، هذا العقل غذاؤه العلم. لما المؤمن طلب العلم غذى عقله، وهذا المؤمن له قلب، القلب غذاؤه الحب. حينما أحب الله عز وجل سعد بهذه المحبة. عندنا دكتور في الجامعة مرة قال الإنسان الذي لا يجد رغبة في أن يحب أو أن يحب ليس من بني البشر. والله عز وجل خلقنا وأوجدنا ونحن في قبضته، ولكن أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب، وما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة إكراه. قال: لا إكراه في الدين. أراد أن تكون علاقتك به علاقة حب، يحبهم ويحبون، والذين آمنوا أشد حباً لله. فهذا شيء ثابت، الإيمان شيء ثابت. الآن الإيمان بالآخرة شيء ثابت، بس في سؤال: لماذا كما جاء في الأثر وفي النصوص أن الإنسان يمشي على الصراط؟ لماذا؟ والله عز وجل قال: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. قرآن. وَإِنْ مِنْكُمْ يعني ما منكم واحد إلا وسوف يرد النار. كيف نوفق بين هذه الآية وبين آيات كثيرة؟ العلماء قالوا: ورود النار غير دخولها. أيام يأتينا وزير من بلد أوروبي وفي سجن حديث يعني راقي حضاري، نأخذ هذا الوزير الزائر إلى هذا السجن لنريه هذا السجن الحضاري مثلاً، هل يعد هذا الوزير سجين؟ لا، هذا ضيف زائر. فالإنسان حينما يرى
يدخل يرد النار لا يدخلها، دخول شيء ورودها شيء آخر. حينما يرد النار يرى عدل الله، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة إلا اسم العدل، هذا محقق جزئياً، محقق جزئياً. قد تجد إنسان يعني غارق في الفساد والمعاصي والآثام، بيموت موتة والجنازة راقية جداً والثناء العطر من كل إنسان خوفاً منه أو ممن حوله. فكيف نوفق بين هذه الحالة وبين وعد الله عز وجل بالجنة أو النار؟ الجواب أن الله عز وجل أسماؤه الحسنى كلها في الدنيا محققة إلا اسم العدل محقق جزئياً. يعني ما كل إنسان يجازى في الدنيا بعمله الطيب، وما كل إنسان يعاقب في الدنيا بعمله السيء. الله يعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ولكن الحساب الختامي يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، السداد الكامل يوم القيامة. ففي الدنيا الله بكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، بعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين. لكن وإن منكم إلا واردها، الإنسان حينما يرد النار المؤمن إن يطلع عليها عن بعد يرى عدل الله محققاً، عدله في الدنيا كان محقق جزئياً، في طغاة، في أقوياء، في ظلام، عاشوا حياة غرقوا في النعيم وماتوا وكان لهم جنازة كبيرة جداً مثلاً. هؤلاء لا يعني ذلك أنهم نجوا، لكن الله عز وجل أراك مصير بعض الأقوياء الظلام ولم يرك كل هؤلاء. إذاً الإنسان حينما يرد النار ليتحقق عدل الله عنده، فيرى هؤلاء الذين طغوا وبغوا وظلموا أين مصيرهم يوم القيامة. إذاً وإن منكم إلا واردها، من أجل أن تتحقق من عدل الله عز وجل، هذا شيء مريح للإنسان. أخواننا الكرام، يعني في ثوابت في الدين، الآخرة ثابت من الثوابت، القرآن ثابت، المنهج التشريعي ثابت، القدوة ثابتة. هذه الثوابت إذا تعاملت معها كثوابت هي نجاة لك من كل هم وغم. يعني المؤمن، أنا لا أبالغ أقول والله في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم. فأنت كمؤمن في بحياتك ثوابت، الإيمان باليوم الآخر أحد أكبر الثوابت، الإيمان بكمال الله أحد أكبر الثوابت، الإيمان بكمال الأنبياء أحد أكبر الثوابت، الإيمان أن الأمر بيد الله وحده، هذا التوحيد أحد أكبر الثوابت. فكلما تمسك المؤمن بهذه الثوابت انعكست على حياته أمناً وطمأنينة وسعادة. يعني في كلمة أعتقد بالإنجيل: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أيام يحيى بسكينة. هذه السكينة دقيق تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إذا الله منحك السكينة منحك الرضا. لذلك الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم، لكن ذكرك لله استجابة لأمره في الذكر والصلاة، لكن إذا ذكرك الله هم بقى فاذكروني أذكركم. في آية أخرى: ولذكر الله أكبر. أكبر مما؟ قال: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن.
منحك الرضا، منحك السكينة، منحك الحكمة، منحك السعادة، منحك أولاداً أبراراً، منحك زوجة صالحة، منحك سمعة طيبة، هي عطاءات الله عز وجل. ولذكر الله أكبر، أنتم إذا صليتم تذكروني، لكن إذا ذكرتموني أذكركم، ذكري لكم أكبر من ذكركم لي. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الحقائق، وأن تكون سبب لسلامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.